يسعد مساكم جميعا، معكم شارستان. ان شاء الله بهذا الفيديو راح جاوبكم على سؤالكم، واللي هو انه كيفيه استرجاع الرسوم الشهريه اللي كنا ندفعها لشباركاسي او لاي بنوك اخرى، وشو حقيقه هذا الامر. القصه ما فيها راح احكي لكم اياها يعني بشكل مختصر وببساط احمده. بعد ما انتهت جائحه كورونا، او بعد ما بدات يعني او بعد ما بدات الحرب الروسيه الاوكرانيه، يعني صار في عنا تضخم، صار في عنا تضخم كتير وارتفاع بأسعار التشغيل بتخيبس كوستن وأيضا بأسعار الطاقة. هذا الشيء كله يعني بينفذ على بعضه بالأخير. ليش؟ لأنه بالأساس البنك اللي عم يوظف عامل عم يزيد له راتبه، وبالهالشيء هذا يعني بيعود بالأساس على يعني الجهلتة اللي عم يدفع البنك، اللي هن الرواتب اللي عم يدفع للموظفين بالأساس عم يحصلها من الرسوم الشهرية اللي عم ياخذها من الزبائن. وطبعا كتير بنوك وبالاساس رفعت يعني المحكمة قرار ضد بوست بانك، كان بالبداية ضد بوست بانك لانه البوست بانك بالاساس رفع هاي الرسوم الشهرية بدون مبرر يعني ملاحظ. يعني مثل شو بدي اقول لكم، البوست بانك زاد العمولة على الزباين او على العملاء، ولكن بالمقابل صاروا يسكروا فليالن اكثر، صاروا يسكروا فروع اكثر، صاروا يسكروا يعني هاي التي اي اس اللي هي الكاش ريسايكل سيستم اللي هن اللي بنعرفه ان احنا الجلد اوتومات، صاروا يسكرون وصاروا بالاخير عندهم بيرسونال انكبسا. لهيك اليوم البوست بانك تقريبا قرر يعلن افلاسه، ومن تقريبا شي 5 6 اشهر او من بدايه السنه يعني اتحد هو والدوتشه بنك، يعني الدوتشة بنك والبوست بنك صاروا بنك واحد، ومشان هيك لحتى يتفادوا او لحتى يتفادى يعني البوست بنك الافلاس. طبعا مشان هيك رفعت المحكمة يعني قضية ضدهم انه هني رفعوا اسعار المستهلكين او الرسوم الشهرية بدون سبب مبرر. وهذا الشيء مو بس بيأثر على البوست بنك، وانما أثر على بنوك اخرى مثل مثلا شباكاسن، كوميرس بنك، اندغي بنك انستيتوتن، مثل مثلا البنوك الاونلاين والى اخره. اذا هذا الشيء اثر على يعني البنوك الاخرى. القصه ما فيها انه البنوك هاي في عندها دائما شيء اسمه الجيماني جيشيفتس بديمونن، يعني شروط والاحكام العامه اللي بالاساس العميل لازم يوافق عليها بشكل خطي، واللي هي بتتضمن دائما اسعار الرسوم، قديش المبلغ المأمن مثلا عند البنك، اذا انا بدي احط جولد مثلا ذهب، بدي عندي خزيني تحت يعني مثلا بالابو، عندي مثلا انلاج كونتو، عندي ديبو، عندي والى اخره. هاي كلها بتتضمن او بتكون يعني موجوده بالالجمانه جيشيفتس بديمون. هاي البنوك بعتت للعملاء هدول النوية الجمانة جيشيفتس بديمون، وكان فيهم زيادة الأسعار تبع الكونت الرسوم الشهرية للحسابات المصرفية اللي موجودة عند البنك. كتير من الأشخاص أو كتير من العملاء ما وافقوا على هذا الشيء وشقوا البوستات أو يعني رموهم لأي سبب آخر، يعني هذا الشيء مو بهمنا، المهم أنه ما وافقوا على هاي التغييرات، ولكن البنك زاد العمولة يعني تخدسهم على يعني anyway. ولكن المحكمة كمان قررت انه العملاء او الزباين اللي ما ادلوا على هاي التغييرات او ما وافقوا عليها، ما عملوا تسوشتيمون بشكل خطي، فيهم انه يقدموا طلب للبنك ويسترجعوا هاي الرسوم اللي كانت مدفوعة شهريا. تقريبا هي اذا بدنا نقعد يعني هلا نشيلها ونحطها على 3 سنين يمكن ما بيتجاوزوا ال 250 يورو، لانه البنك وخصوصا شباركاس رفع يمكن يورو ونص لكل شهر، يعني اذا بدي احسبهم هلا على 3 سنين ما بيطلعوا بحياتهم. ولكن انه دائما في بغاخه سنترالي مركز حمايه المستهلكين او الى اخره، المحكمه الجنائيه او القضائيه بتبت بهي الامور طبعا لصالح المستهلكين لانه بتحكي لاجلهم. اذا الرابط راح احط لكم اياه بصندوق الوصف لهذا الفيديو، ولكن انتبهوا انه فقط اذا لم يعني او اذا انتم ما وافقتوا بالاساس على هي البنود والاحكام والشروط الجديده، فيكم تقدموا الطلب اللي موجود بصندوق الوصف PDF، تكتبوا فوق على اليسار اسم البنك، وبعدين تحطوا اسمكم ورقم البنك، شو اسمه البنك كونتو نما، رقم الكونتو اللي انتم موجود عندكم، واخر شيء بتحطوا المكان وايضا بتوقعوا عليه وبتقدموا للطلب، سواء للبنك بشكل بيرسونليش بشكل شخصي، او فيكم تبعتوه عن طريق يعني شريفت فيكير عن طريق البوست والى اخره. وطبعا اذا انتم قدمتوا هذا الطلب، البنك بيشوف اذا انتم وافقتوا بالارشيف،
دائما بالارشيف اذا كان انتم في عندكم موقعين على هذا الشيء، فاما بيقبل او بيرفض طلبكم. وانا بشتغل ببنك شباكس هولشتاين، طبعا انا بلشت هون بعد ما صارت هاي الاحداث كلياتها، وسالت يعني عندنا بالانتينا ابتايلونج، وقالوا لي انه هذا الشيء عندنا بالاساس تم تحديده من زمان، لانه بالاساس كل العملاء اللي ما وافقوا على هاي الشروط بعثوا لهم بالاخير عوضوهم يعني بهي المبالغ والرسوم الشهريه من السنة الماضية. فلهيك قبل ما تقدموا الطلب شوفوا انتو اذا كنتوا اول شيء موقعين، وثاني شيء اذا كان البنك يعني من تلقاء نفسه وما رجع لكم هاي الرسوم او قام بتعويضكم يعني عن هاي الرسوم اللي انتو بالاساس ما وافقتوا عليها. كان معكم شهرستان، هذا كان كل شيء بيتعلق بالفيديو. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي على قناتي على الانستغرام، الرابط الصفحة بتلاقوه بصندوق الوصف هذا الفيديو. ولا تنسوا تنشروا هذا الفيديو مع اصدقائكم لحتى تعمل فائدة على الجميع. لا تنسوا دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.